كل واحد يشارك معنا في الكومونتير يعني في مدينة أجواء في المدينة ديالو. هنا كاين برد في مدينة تمارا. مرحبا بالناس الصراغنة، تحية ليكم. كيفاش داير الجو في الصراغنة؟ مرحبا بالناس الصراغنة ومرحبا بأي واحد شي تابعنا عبر هذا المباشر من أي مدينة. شارك معنا في الكومنتات كيفاش داير الأجواء. كما شرط لكم حنا كنتواجدو الآن بمدينة تمارا، الجو بارد في هذا الصباح يعني بعد النصف اللي غيكون بعد أمطار الخير. الامطار الخير اللي كت يعني كنقص من هذا البرد هذا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. كنتمنى من اي واحد اللي كيستعمل الطريق يعني باش ياخذ الحيطه والحذر الانسان ما يتصورش الطريق.
كاين البرد. تحية للناس صراغنا تهنا بمدينة تميرة. كاين البرد، الأجواء باردة في هذا الصباح. هي غتكون بعد أمطار الخير اللي غتعم على جميع المدن المغربية اللي سيدي الكرام، حنا كنتواجدو في شيخ الداوي أمام المديرية العامة للأمن الوطني في المنطقة الإقليمية الصخيرة تمارة. الله يحفظك راسي، الله يسلمك. عايز دير لي صوت، مع السلامة.
متابعي الكرام، يعني كنا معكم في مدينة الشمالة اتجاه الرباط المركب الأمير مولاي عبد الله، يعني مركز أسوان، يعني